أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار، ولكن كدأبنا في بداية الحلقة نرحب بضيوفنا الكرام ثم نبدأ معكم هذه الحلقة. في هذه الحلقة لدينا سيادة السفير أدهم محمد نجيب، سفير دولة مصر العربية بجمهورية تشاد. دعونا نرحب به. سيادة السفير أهلا وسهلا بكم. أشكر مرة ثانية فرصتي في برنامجكم. كما دعوني أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو سيادة السفير محمد علي الشمسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتشاد. أهلا وسهلا بك سيادة السفير. أهلا وسهلا ورحب فيك وفي المشاهدين الأعزاء، وأنا سعيد جدا في اللقاء معك. أيها السادة المشاهدون، نتحدث اليوم عن العلاقات العربية الإفريقية بصفة عامة، وتشاد نموذج تلك العلاقات. نتحدث مع سيادة السفير المصري حول العلاقات التشادية المصرية، وكذلك العلاقات المشتركة بين مصر ودولة الإمارات التي تربطها بدولة تشاد. تحدثنا قبل ذلك في السنة الماضية مع سيادة السفير حول العلاقات التشادية المصرية، ولكن هناك في مستجدات حصلت خلال هذا العام فرضت علينا أن نتحدث عنها. هذه المستجدات وهي المشاريع المرتقبة التي تقيمها جمهورية مصر في جمهورية تشاد. هناك في معرض كما تابعتم قبل أسابيع، معرض مصري أقيم بالأرض التشادية، وهذا المعرض أيضا أعطى لمحة جديدة للعلاقات التشادية المصرية، وحتى التشاديين العاديين تعرفوا عن مصر من خلال ذاك المعرض الذي أقيم في القصر 15 يناير هنا في العاصمة أنجمينا. كذلك نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن لديها سفارة قديما في العاصمة أنجمينا أو في دولة تشاد بصفة عامة، ولكن خلال هذه الأشهر فتحت دولة الإمارات سفارة جديدة، وهذا إن دل فإنما يدل أن تلك العلاقات الموجودة بين دولة تشاد ودولة الإمارات بدأت تشهد طابع جديد، وهو ربط تلك العلاقات ربطا متينا بفتح السفارة الإماراتية بدولة تشاد. وقبل قليل قبل أن نأتي إلى الاستوديو أيضا تحدثنا مع سيادة السفير وبشرنا بكون أن دولة تشاد الآن قريبا ستفتح سفارة لها في دولة الإمارات. دولة الإمارات كلكم تعرفون الآن، لو ذهبت السوق المركزي في العاصمة أنجمينا أي حاجة تجدها في السوق يقول لك جاد من دولة الإمارات، التلفون جاء من دولة الإمارات، حتى لدينا تجار الذهب، تجار المجوهرات، سواء يذهبون دولة الإمارات سواء للبيع أو للاستبدال أو للصناعة، صناعة المجوهرات أيضا، ويذهبون كل يوم. يعني كل يوم لو ذهبت المطار ستجد ناس تجار يذهبون إلى دولة الإمارات للتجارة. فالتجارة البينية بين الدولتين بدأت تشهد طابع جديد جدا، جديد وطابع كبير جدا. نتحدث مع سيادة السفير عن تلك العلاقات بين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكما تتذكرون أيضا هناك أقيمت طاولة مستديرة في دولة الإمارات أيضا لدعم التنمية التشادية أو لدعم القطاع التنموي في دولة تشاد. نتحدث عن مخرجات المعرض الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. أنا لدي كلام كثير جدا في المقدم، ولكن معي شخصين كبيرين و دبلوماسيين كبار، فلذلك أترك الحديث لأصحابه، لا أستطيع أن أتحدث أمامهما أكثر من ذلك. سيادة السفير، طبعا دي عبارة عن مقدمة لما نتناوله في هذه الحلقة إن صح أو إن سمح لنا الزمن. قبل ذلك استضفناك في برنامج قضية للحوار وتحدثنا عن العلاقات التشادية المصرية، وأن إحنا كل يوم نشهد أن تلك العلاقات تزداد قوة، فهذا أيضا يجبرنا أو يحبذنا أن نتحدث أكثر عن العلاقات التشادية المصرية. حدثنا عن انطباعك لتلك الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي، ومدى تأثير تلك الزيارة في العلاقات الثنائية في المستقبل إن صح التعبير. هو طبعا مشكورك على هذا السؤال لأنه سؤال مهم. زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشاد كانت نقطة طريق محورية على خريطة طريق العلاقات المصرية التشادية الممتدة عبر التاريخ. رسمت زيارة الرئيس السيسي ملامح المرحلة القادمة للعلاقات المصرية التشادية. لا شك أنها زادتها قوة وزادتها دفعة، وهي أساسا علاقات شهدت خلال الفترة الماضية زخما كبيرا في شتى المجالات.
فأتت الزيارة كنوع من التتويج لما تم إنجازه على أرض الواقع بالفعل في عدة مجالات، وأتت أيضا كنوع من الضرورة لتعميق التنسيق المصري التشادي في كافة القضايا، في التعامل مع كافة القضايا التي تهم البلدين والتحديات أيضا والتي تزداد ربما بوتيرة أسرع من وتيرة توطيد العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر الصلة. التحديات أيضا تزداد وتزداد صعوبة هذه التحديات، ومن ثم ضرورة مواجهتها مصريا وتشاديا على مستوى القمة. وكانت من هذا المنطلق زيارة مثمرة، ومهدت الطريق أمام زيارات أخرى على مستوى القمة، حيث قام الرئيس إدريس ديبي وشرف فخامته مؤتمر شباب شرم الشيخ في زيارة كانت مثمرة جدا لمصر، وكان لها شق ثنائي لا يقل أهمية عن زيارة أخيه فخامة الرئيس السيسي إلى تشاد، وناقشنا عدة قضايا مشتركة. أود أن أضيف إلى حديثي طبعا أننا نرحب جدا بأشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين كانوا حاضرين على الساحة التشادية قبل تدشين التمثيل الدبلوماسي، مثلا فأخي العزيز جناب السفير محمد شمسي. ونرحب بوجود الإمارات، لأنها الإمارات انضمامها إلى أشقائها مصر وتشاد على هذه الساحة الهامة سيكون له إضافة قوية وإضافة ملموسة خلال الفترة القادمة. جميل سيادة السفير، أن احنا لنا السعادة أن نستضيف حضرتك في هذا البرنامج، برنامج قضية للحوار، ونحن سعيدين أيضا بصفة عامة أن نستضيف سفراء من الدول العربية الشقيقة إلى هذا الاستديو لكي نعرف تطوير العلاقات بين بلدنا تشاد وبين تلك البلدان العربية التي لا تبعد كثيرا عن دولة تشاد. لنا السعادة أن نستضيف سفراء من الدول العربية لكي يعبروا عن انطباعاتهم حول العلاقات التشادية العربية، وبصفة خاصة العلاقات التشادية الإماراتية. في الآونة الأخيرة فتحت دولة الإمارات سفارة لها في دولة تشاد، ولم تكن لديها سفارة من قبل. نريد أن نعرف أسباب هذا التقارب بين تشاد ودولة الإمارات. حقيقة الأمر أنا أكرر شكري لك في اللقاء. شكرا. والمقدمة الجميلة اللي قدمت عن دولة الإمارات وعن جمهورية مصر، وأشكر أيضا زميلي وصديقي سعادة السفير أدهم سفير جمهورية مصر على الترحيب فيني، وهناك علاقات وطيدة طبعا. هناك امتداد عربي كبير بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد. نحن نعزز هذه العلاقات بفتح سفارتنا في جمهورية تشاد، نعزز لفتح آفاق جديدة في العلاقات السياسية ومجابهة التحديات اللي موجودة في أفريقيا، ونعتمد بشكل كبير على جمهورية تشاد في مساعدة دولة الإمارات لتجاوز هذه التحديات. أيضا هناك كانت زيارات عديدة في السنة الماضية تكررت لفخامة الرئيس إدريس ديبي لدولة الإمارات، وهناك علاقات وطيدة وحميمة بين فخامة الرئيس ديبي والقيادة السياسية في دولة الإمارات، وهناك تنسيق مشترك كبير نعمل عليه، وإن شاء الله هناك في خطوات قادمة في المستقبل. تمام. دولة الإمارات فتحت السفارة لها، وسفارتها أظن لم تكمل العام. نريد أن نعرف طاقم السفارة الجديدة التي ولدت في دولة تشاد. أنا أريد أبشرك أن هذا طاقم السفارة هو 80% من التشاديين. 80% من التشاديين. نعم. تمام. فنحن نعتمد في سفاراتنا على العامل المحلي أو الموظفين المحليين. نعم. فنحن قمنا باختيار تخصصات معينة حسب الهيكل التنظيمي للسفارة، والحمد لله نحن في 80% من الموظفين اللي موجودين عندي في السفارة هم موظفين تشاديين. تمام جميل. بالنسبة لدولة تشاد أيضا، قبل أن ندخل الاستوديو كان بشرتنا بأن هناك سفارة تشادية ستفتح في دولة تشاد. نعم، تم الإعلان عن واستلمت أوراق اعتماد السفير الجديد اللي سوف يعين في دولة الإمارات،
وإن شاء الله خلال الشهر القادم ستكون هناك سفارة لجمهورية تشاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمام. دولة الإمارات العربية المتحدة لو تحدثنا عنها وعن العلاقات التجارية بين تشاد وبين دولة الإمارات، هي موجودة قبل فتح السفارة، هي موجودة من قديما، والآن تشاديين كثيرين جدا وخصوصا التجار يذهبون إلى دولة الإمارات للاستثمار أو للتجارة في دولة الإمارات. نريد أن نعرف التوجه الاستثماري لدولة الإمارات في تشاد. هناك توجه استثماري من الطرفين. من الطرفين هناك توجه استثماري. أولا هو التبادل التجاري كان في 2016 ما يقدر إلى 35 مليون دولار أمريكي، بالرقم بالضبط 35 مليون دولار أمريكي. زاد التبادل التجاري في 2017 إلى 168 مليون دولار. 168. نعم، هناك قفزة كبيرة في التبادل التجاري. الآن نتوجه إلى هناك، كان في مؤتمر في أبوظبي اللي في دولة الإمارات اللي هو مؤتمر الاستثماري اللي التشادي الإماراتي. الآن هناك زيارة، قام صندوق أبوظبي للتنمية لزيارة جمهورية تشاد وطلع على أهم المشاريع اللي ممكن ينفذها في جمهورية تشاد. هناك توجه للمضي في ثلاث قطاعات رئيسية اللي هي قطاع الزراعة وقطاع المياه وقطاع الثروة الحيوانية. تمام الثروة الحيوانية. أيضا هناك زيارة لغرفة التجارة وصناعة أبوظبي سوف تكون في مارس القادم، ايضا لاستكمال ما تم بدءه في أبوظبي. كلام جميل جدا. ان شاء الله سنرجع لك في ثنايا الحديث. سيادة السفير، كثير من التشاديين يذهبون الى دولة مصر العربية للتجارة ولشراء البضائع، ودولة مصر فتحت خط مباشر، خط طيران من القاهرة الى الجمينة ومن الجمينة الى القاهرة، ولكن للأسف الشديد طائرة شحن مصرية تأتي محملة بالبضاعة من مصر ولكنها ترجع فاضية أو فارغة، ورغم ما نحن في تشاد لدينا بضاعة ممكن أن تستفيد منها مصر. هل في هذا القطاع أي مستثمرين مصريين يفكرون في استثمار في هذا القطاع؟ هناك بالطبع أي شيء يبدأ وليد، ولا سيما أنها كانت بداية تجربة لتدشين خط الشحن الجوي وأثبتت نجاح. بالفعل بدأ الخط محملا بالبضائع، وكما تفضلت حضرتك أن التجار التشاديين يتدفقون على الإمارات الشقيقة وعلى مصر لشراء البضائع والتجارة. خط الشحن الجوي نستطيع أن نقول أنه أعطى دفعة لهذه التجارة البينية بين البلدين. صحيح الطائرة تأتي محملة من مصر ولا يقارن ما تحمل به من جمانة والعودة إلى القاهرة أو إلى مصر، ولكن لا يعني أن لا توجد هناك مشروعات، لأن هناك الكثير التي ممكن أن تقدمه تشاد، سوق تشادية على سبيل المثال لا الحصر، السمسم والزيوت والمواد الغذائية التشادية. وقد كما قلت أن الموضوع بدأ وليد، ولكنه قد بدأ الآن في بلورة عدة أمور من الجانب التشادي لاستفادة الجانب المصري. وأنا ذكرت هذا المثال لأنه مثال تحدثت فيه مع بعض رجال الأعمال المصريين الذين كانوا يتعاملون في هذا المجال قبل خط الشحن الجوي، وكانوا يثنون على وجود هذا الخط لأنه يسهل الآن الكثير لنقل البضائع التجارية إلى مصر. فربما خلال هذه المرحلة سنرى التغير ما بين عدم وجود توازن في البضاعة الآتية إلى توازن في البضاعة الآتية والذاهبة من تمام. هل فكرتم في قطاع الثروة الحيوانية؟ بالطبع قطاع الثروة الحيوانية قطاع استراتيجي بالنسبة لمصر كما تعلمون. لدينا مشكلة في مجال الثروة الحيوانية تكمن في التعداد السكاني في مصر، وتشاد واللحوم التشادية غنية عن التعريف. صحيح. وتفضل الجانب التشادي، ولهذا لا أريد أن أستخدم دائما كلمة المساعدات المصرية لأن الاستفادة متبادلة. تشاد مشكورة عرضت المساعدة ومصر قبلتها في أن
تمنحنا قطعة أرض لإنشاء مجزر آلي مصري وذلك في مدينة أم جرز، وتفضل فخامة رئيس الشادي مشكورا بمنح هذه الأرض مدينة أم جرز. وقام وزير الثروة الحيوانية الشادية بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس، وبالفعل تم منحنا الأرض والتراخيص اللازمة والبروتوكولات اللازمة لنبدأ في إنشاء هذا المجزر في القريب العاجل بمشيئة الله خلال هذا العام. وستقنن اجتماعات اللجنة التشادية المصرية المشتركة في القاهرة في مارس القادم هذا الموضوع، وسنرى يرى الضوء خلال هذا العام بمشيئة الله. تمام. بالنسبة للمزرعة الآن حضرتك قلت منحتم الأرض، الأرض الآن كانت سلمتكم الأرض والآن المجزر المجزرة. أيوة. تمام. ما الذي يقام في 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 المجزرة؟ هل المستثمرين يأتون ويشترون البهائم ويقوم بتربيتها قبل الذبح، ولا ما الذي يحصل فيه؟ هو بالطبع طبعا الموضوع فني، ولكن يتم شراء حتى الآن هو التعاون بين على مستوى الدولة، وهذا يجذب بالطبع المستثمرين من القطاعات الخاص المصري والشادي. الاستثمارات ستبدأ بالدولة المصرية، سواء وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المصرية بالتعاون مع نظيرتها الشادية والقوات المسلحة المصرية، ثم يدخل القطاع الخاص لشراء رؤوس الشادية اللحم الشادي وذبحه طبقا للمواصفات القياسية المصرية وتغليفه ثم تصديره إلى جمهورية مصر. ومدينة أم جرز تقع في موقع استراتيجي، تعتبر مدينة جوار لجمهورية مصر العربية، ومما يسهل الأمر عما كان إذا كنا سنبني مثلا في منطقة العاصمة، لأن تشاد كما تعلم تعتبر شبه دولة أو دولة جوار بالنسبة يعني يعني كلام جميل. سيادة السفير، بالنسبة لدولة تشاد دولة الأمارات، خلينا نتحدث عن هذا الجانب ونحن في بداية الحلقة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قام بزيارة دولة الأمارات والتقى خلالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي أحد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك تحدث مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حول العلاقات التشادية الإماراتية وسبل تطوير تلك العلاقات. لكن ما الذي نستفيده من تلك الزيارات؟ ما الذي تستنتجه تلك الزيارات بالنسبة للعلاقات الثنائية بين تشاد ودولة الإمارات؟ حقيقة الأمر هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعلمهم الكامل بأهمية جمهورية تشاد. هناك علاقات استراتيجية وتفاهمات بين القيادة السياسية في دولة الإمارات وبين الرئيس فخامة الرئيس إدريس ديبي لتطوير هذه العلاقة. نعمل على، أنا حقيقة الأمر كنت في كل اللقاءات كنت متواجد في دولة الإمارات، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لهذا السبب. هناك كانت أكثر من زيارة لفخامة الرئيس ديبي في سنة واحدة. الآن أيضا هناك زيارة أيضا لمعالي وزير الخارجية التشادي السيد محمد شريف موجود في دولة الإمارات، وقابل نظيره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكان هناك لقاء جدا مثمر كان صريح. نتعامل مع تشاد بكل صراحة، نتعامل مع تشاد بكل شفافية. وجودنا في تشاد هو وجود استراتيجي لضمان استقرار تشاد وضمان استقرار المنطقة. هناك أيضا هدف آخر هو تطوير والتبادل التجاري والاستثماري، التقى الاستفادة بين الطرفين. هناك رؤوس أموال إماراتية بدأت تأتي، هناك مشاريع سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل. غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بتكون موجودة في الشهر القادم للقطاع الخاص التشادي. هناك حركة تجارية، هناك خطة مرسومة من دولة الإمارات بالتعاون مع نظيرها التشادي، مما عزز زيارات فخامة الرئيس لتنشيط القطاع الخاص التشادي وتنشيط الاقتصاد التشادي. تمام. نحن نقول للتشاديين بس صبروا، إن شاء الله هناك التجارة البينية ستبدأ التجارة البينية، وهناك طيب
الطيران عزز كلام أخي سعادة سفير مصر، هناك تعزيز للطيران، هناك نحن عندنا في دولة الإمارات سوف تسير رحلات طيران مباشرة إلى جمهورية تشاد قريبا إن شاء الله، وهذا نعلنه للجمهور وللتجار إن شاء الله. كذا التجار هيكونوا مبسوطين. أي نعم التجار. هناك اتفاقيتين مهمات سوف يتم التوقيع عنها في القريب العاجل خلال الشهرين القادمات، اللي هي الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد. أيضا هناك اتفاقية حماية الاستثمار اللي تعطي فرصة كبيرة للمستثمر الإماراتي والشركات الإماراتية العالمية أنها تدخل السوق التشادية. تمام. هي دولة الإمارات اليوم أصبحت دولة كبيرة جدا ودولة على مستوى دول العالم، وعمارة دبي، دبي بحد ذاتها هي تحفة معمارية اليوم، لا أحد ينكر ذلك. اليوم دولة الإمارات نجحت في كل القطاعات، أصبحت دولة اليوم كبيرة جدا يشيد بها الجميع في دول العالم. نحن نريد أن نعرف من سيادتكم، الآن تحدثت حول القطاعات التي الآن يتجه الإماراتيون للاستثمار فيها في دولة تشاد، ومنها قطاع الثروة الحيوانية وقطاع تحدثت عن المياه وأن تلك الأشياء التي تحدثت أنا في بداية حديثك. متى سيبدأ هذا الاستثمار؟ متى سيتجه رجال الأعمال الإماراتيون إلى دولة تشاد ممكن أن يستثمروا في هذا المجال؟ نحن تعرف أن جمهورية تشاد هي تحمل 94 مليون من الماشية. صحيح. وهذه إحصائيات الأمم المتحدة، ولكن أنا وأنا قاعد معك تم البارح توقيع اتفاقيات، وفي الأسبوع القادم المستثمرين تم الاتفاق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية التشادية وبين المستثمرين الإماراتيين، وأساسا بدأ الاستثمار. بدأ الاستثمار وأنا كانت تقريبا أكثر من 10 زيارات لمجموعات استثمارية وصناديق استثمارية إماراتية غير حكومية. تمام. لتنشيط القطاع الخاص، وتم الاتفاقيات، الآن المشاريع بدأت يعني بتلقى النور خلال الشهر القادم إن شاء الله. زيارة رؤساء الغرف التجارية هو خير دليل، أنا خير شاهد على هذه. نعم. العلاقة. نعم. تمام جدا. بالنسبة للخط الطيران ده الآن الناس كثير من التجار التشاديين الآن ينتظرون سماع هذا الخبر لأنه يسهل لهم الانتقال من دولة تشاد إلى دولة الإمارات. الكلام ده حيحصل إمتى؟ فبراير إن شاء الله. فبراير القادم إن شاء الله، يعني قريبا إن شاء الله. نتمنى ذلك. سيادة السفير، بالنسبة لي في موضوعات مشتركة يعني تشاد ودولة الإمارات وتشاد ودولة مصر العربية المشتركة تربطهم في بعض الروابط، أو هناك في زاوية مشتركة بين هذه الدول. تشاد لا تبتعد كثيرا، في بداية المقدمة أنا قلت تشاد لا تبتعد كثيرا عن الدول العربية ولديها علاقات وطيدة قبل العلاقات الدبلوماسية، كان لدينا علاقات مع الدول العربية وعلاقات قديمة بقدم الزمان. نتحدث عن الإرهاب اليوم ضرب تقريبا كل دول العالم، وفي دول العالم الثالث هي المتأثرة كثيرا من الإرهاب. الإرهاب ضرب نيجيريا، ضرب تشاد في عمق العاصمة جمينة، ضرب دولة مصر في عمقها، وكذلك دول الخليج ليست بعيدة عن هذا الإرهاب. خلينا نتحدث قليلا عن كيفية محاربة هذا الإرهاب. بالنسبة لدولة مصر، ما هي جهودها الآن التي تبذلها في مكافحة الإرهاب؟ ثم ممكن نتحدث عن العلاقات التشادية الإماراتية، العلاقات التشادية المصرية حول هذا الموضوع. هو سؤال هام جدا وسؤال محوري جدا، وهو موضوع الإرهاب يعد من القواسم المشتركة الرئيسية في المرحلة الراهنة ما بين مصر والإمارات العربية الشقيقة وتشاد الشقيقة. الإرهاب كما تفضلتم ضرب تشاد، كما ضرب مصر، كما دولة الإمارات العربية، وهي التي من تعتبر من الدول التي في طليعة الحرب ضد الإرهاب. جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مصر كما تعلم وقفت كثيرا في هذا الخندق عبر العقود وليس السنوات الماضية فقط. مصر ليست غريبة عن مكافحة الإرهاب، كما تشاد، كما الإمارات. جهود مصر وتشاد والإمارات وأي دولة في العالم لن تكلل بالنجاح إلا إذا توافرت عدة شروط على الساحة الدولية. أولهم وأهمهم تسمية الإرهاب بمسماه الحقيقي. الإرهاب هو الإرهاب. تسمية الإرهاب. ليسوا متمردون، متمردين، ليسوا دعاة قضية تحرير، ليسوا إلا إرهابيين
ويجب أن نسميه وأن تتفق جميع الدول على تسمية الإرهاب. الإرهاب هو الإرهاب. ثانيا والأهم أيضا لا يقل أهمية عن ذلك، التعاون وتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. طبعا. لأن حتى لو شيدت مصر بروجا حول حدودها البحرية والجوية والبرية، لكنها لن تنجح تماما إلا بوجود تضافر للجهود الدولية. ما دامت هناك دول ودويلات تؤيد وتمول وتستضيف وتدعم وتسلح وتجند وترسل هؤلاء إلى الأراضي المصرية، فستبقى هناك مشكلة. تضافر الجهود الدولية واقتلاع الإرهابيين من المأوى الذين يظنونه آمنا، لأنه آمنا بالفعل لديهم عندما أجد المأوى لكي أعيش وأن أجهز للعمليات في هذا المأوى، فماذا سيمنعني عن القيام بمهاجمة مساجد وكنائس وأهداف أخرى؟ والأمر ليس مقصورا على المساجد، الأمر في جميع الأحوال. ونرى الآن أشقائنا في الإمارات يحاربون الإرهاب في الجزيرة العربية، وسقط منهم الكثير من الدم النفيس الغالي. تشاد حاربت حروبها وحروب غيرها ضد الإرهاب لتأمين هذه المنطقة وتأمين الدول المجاورة الشقيقة لها. ومصر جهودها غنية عن التعريف. صحيح. والدم المصري الذي يسيل يوميا. صحيح. من أبنائنا من الضباط والجنود في سيناء والصحراء الغربية إلى آخره. ولن يتم حل هذا الموضوع جذريا إلا باقتلاع جذور الإرهاب من الدول والدولات التي تأوي وتمولها. خليني أحيل هذا الموضوع إلى سيادة السفير. سيادة السفير، بالنسبة لدولة الإمارات أيضا الآن تقاتل كما قال سيادة السفير أدهم، تقاتل الإرهابيين في دول في 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 دول الجزيرة، وده موجود، رأيناه في خطة الدفاع في اليمن وغيرها من الدول. والإرهاب اليوم يحتاج إلى تضافر الجهود. الدول الإسلامية الآن تسعى إلى توحيد أو إنشاء جيش موحد لمحاربة الإرهاب. حدثنا عن كيف تنجح هذه الدول، كيف تنجح في تأسيس جيش لمحاربة الإرهاب، وكيف يتم التنسيق بين تلك الدول التي تعاني من الإرهاب لمقاتلة هؤلاء الذين يقاتلون باسم الدين والدين منهم براء. أنا بنطلق من منطلق سعادة السفير أدهم بخصوص الإرهاب واقتلاع الإرهاب وأصول الإرهاب ومن يمول الإرهاب. نعتقد أن إذا لم تكن هناك إرادة دولية ورغبة دولية صادقة في محاربة التطرف قبل الإرهاب، لأن لن يكون هناك إرهاب من دون فكرة، والفكرة هي التطرف. الآن نحن نسعى مع جمهورية تشاد مع مصر لعمل عملية لعمل ما هي أسباب هذا التطرف. أنا مصر وأمسك وأشد على يد أخي سعادة السفير المصري أن هناك يجب تسمية المتطرف متطرف. كما قال سعادة السفير. نعم. ومن هو الإرهابي؟ لن تكون هناك إرهاب إذا لم يكن هناك تطرف. صحيح. الإرهاب هي نتيجة عملية تطرفية. هي نتيجة فكرة. هناك من يغذي التطرف والإرهاب هو من يمول الإرهاب. صحيح. فيجب أن توقف عمليات التمويل للمجموعات الإرهابية. المجموعات الإرهابية تقوم بزعزعة المنطقة. صحيح. تقوم بزعزعة الدول. هناك قاسم مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وجمهورية مصر العربية. صحيح. القاسم المشترك هو وجودهم في التحالف الإسلامي، هناك وجودهم في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هناك عملية دولة الإمارات. نعم، دولة الإمارات ضحت كثيرا. صحيح. بمكافحة الإرهاب وبمكافحة التطرف. صحيح. هناك مركز دولي أيضا في دولة الإمارات وشريكة في جمهورية مصر، ونتمنى أن جمهورية تشاد تكون شريكة فيه. هو المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف عفوا، وهو مركز دولي، هو منبر ممكن تقديم الدراسات، ممكن تقديم البحوث، ودولة الإمارات وجمهورية مصر أعضاء مؤسسين في المركز الدولي لمكافحة التطرف، اسمه هدايا، عشان أنا ذكرت اسمها الحين، اسمها هدايا، هي هداية للهدى. هو يحارب التطرف فقط. تمام. يحارب الفكر فقط.
إذن هناك تكامل. يعني في مركز أنشئ في دولة الإمارات؟ نعم، هي مركز دولي مشاركة فيه تقريبا 32 دولة. عجيب. من المؤسسين دولة الإمارات وجمهورية مصر. تمام. لهذا المركز نحن الآن نتكلم مع المختصين في جمهورية تشاد. تمام. للانضمام إلى هذا المركز أيضا للاستفادة من الخبرات، الخبرات في هذا تمام. المركز. تمام. أيضا نحن نشد على يد القوات المسلحة التشادية، هي تحارب بنيابة عن الآخرين، ولكن هو عمل استراتيجي للحكومة التشادية أن تحارب بوكو حرام، تحارب في دول أخرى بطلب من الدول الأخرى. صحيح. وهناك شرعية كاملة لتواجد القوات المسلحة التشادية في الدول الأخرى. إذن هناك قاسم مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وجمهورية مصر. نعم. لذلك من أسباب تواجدنا في هذه المنطقة محاربة الإرهاب في قواعد متقدمة. تمام، جميل جدا. هي دولة تشاد كما يقول المجتمع الدولي، دولة تشاد نجحت نجاح كبير جدا في محاربة الإرهاب لوحدها. دولة تشاد تصدد للإرهابيين في دولة نيجيريا وقاتلت بوكو حرام حتى انتزعتهم من جزرهم. حتى الآن كثير من السكان الذين فروا عن مناطقهم رجعوا إلى مناطقهم بفضل القوات التشادية. دولة تشاد دخلت إلى دولة سنتر أفريقيا أو دولة أفريقيا الوسطى أيضا نجحت، ذهبت إلى مالي نجحت. دولة تشاد الآن لديها خبرة طويلة جدا في مكافحة الإرهاب وفي الإرهابيين، وطبعا نجحت بكل المقاييس. كيف نستطيع أن نأخذ من تلك الخبرة التي اكتسبتها دولة تشاد من خلال محاربتها للإرهابيين، وممكن نضمها إلى التحالف الدولي والناس تستفيد من تلك الخبرة التي اكتسبتها دولة تشاد؟ يعني جمهورية تشاد هي جمهورية متقدمة في موجود متقدمة وعملت عمليات كثيرة في عملية مكافحة الإرهاب، كذلك جمهورية مصر. صحيح. لديها خبرة كبيرة. صحيح. في مكافحة الإرهاب. صحيح. إذا نحن كان عندنا الإرادة والإرادة الحقيقية لمكافحة الإرهاب والتطرف، هناك بيكون استثمار هذا النجاح اللي قامت فيه جمهورية تشاد واستثمار النجاح اللي قامت فيه جمهورية مصر والفكر الإماراتي والطريقة العلمية الإماراتية في محاربة التطرف، بيكون هناك تكامل لمكافحة التطرف. يجب أن نمضي قدما ولا نستهين في موضوع السلام، أن نمضي قدما في مكافحة التطرف. دولة الإمارات ضحت بالغالي والنفيس لتحارب في اليمن، هناك دم في الأرض، ولكن هذا نحن نعتبره تضحية لا يثنينا عن دورنا في التقدم لمكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب في العالم. جميل. سيادة السفير، موضوعنا ده موضوع مهم جدا، ممكن هذا الموضوع لوحده يستحق حلقة كاملة أن نتحدث فيه، ولكن في أجالة وفي نمر مرور الكرام عن هذا الموضوع المهم. بالنسبة للتشاد كما قلت، تشاد دولة نجحت في محاربة الإرهاب وكانت لوحدها تصدد للإرهابيين، والآن أنت في بداية الحديث تحدثت قلت إن دولة مصر الآن تواجه إرهاب سواء في سيناء أو في غيرها من المناطق. كيف نستطيع أن نقارب وجهات النظر بين تلك الدول لمحاربة الإرهاب، وكل دولة تستفيد من خبرة الدولة الآخرة، وكما تحدث سيادة معاليه كون هناك في مركز دولي لمكافحة التطرف في دولة الإمارات، كيف نستطيع أن نحشد الدول لكي تستفيد من ذاك المركز وتوحد جهودها لمحاربة الإرهابيين؟ هو بالطبع من ناحية تقارب وجهات النظر، وجهات النظر ليست فقط متقاربة، هي متطابقة فيما يتعلق بدولنا الشقيقة الثلاث. الاستفادة والتنسيق هو من أهم الأسلحة التي لدينا في حربنا ضد الإرهاب. لدينا خبرات القوات المسلحة التشادية في ما نسميها في مصر حرب البراري، حرب العصابات، وكيف نجحت القوات المسلحة التشادية في التغلب على تكتيكات حرب العصابات في مناطق شمال نيجيريا وغيرها من المناطق. لدينا خبرة القوات المسلحة الإماراتية في اليمن والطبيعة الوعرة لليمن التي نعرفها جميعا. لدينا خبرات الأجهزة المصرية، الشرطة المدنية والقوات المسلحة في سيناء والصحراء الغربية. لدينا التقنيات، لدينا كما ذكر أخي جناب السفير محمد شمسي أيضا المراكز البحثية والدراسية
التي تدرس وسبل مكافحة التطرف، كما أسلف وتفضل أخي، التطرف هو البنية التحتية الأساسية للإرهاب، هي المرحلة الأولى والأخطر. لدينا كل هذه المكونات، اللقاءات والتنسيق المستمر كما نرى بين تشاد والإمارات، مصر والإمارات، مصر وتشاد ودول التحالف الإسلامي. هذا التنسيق المستمر هو أداة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا أن ننتصر يوما ما، وسننتصر بإذن الله على هذه الظاهرة أو هذه الكارثة التي يكابد منها العالم أجمع وليست دولنا فقط، ولكننا على الأخص نعاني لمواقع دولنا الاستراتيجية والهامة على الخارج. تمام. هذا الكلام سيادة السفير يجرني إلى سؤال آخر، وهو الوضع في ليبيا. ليبيا دولة حدودية مع دولة تشاد، وفي نفس الوقت دولة حدودية مع دولة مصر تربطها علاقة، لكن دولة مصر عانت من الانفلات اللي موجود في ليبيا، وقبل سنتين قتل أبرياء مصريون قتلوا في داخل الأراضي الليبية بسبب هذا الانفلات الموجود. قراءتك ما هي قراءتك للوضع الليبي، وكيف يؤثر هذا الوضع سلبيا على دول الجوار، وكيف يكون عملية الانضباط؟ أي فراغ أمني وسياسي حتما سيؤثر على دول الجوار، ودول الجوار ليست مقتصرة على مصر وتشاد، بل بالعكس الإمارات ليست دولة جوار جغرافي لليبيا، ولكنها تتأثر أيضا بالفراغ الأمني والسياسي الموجود في ليبيا وتلعب دورا معنا سأتي له بعد ثواني قليلة. الدول الأوروبية كانت تظن أنها في منحة عن تداعيات الفراغ الأمني والسياسي في ليبيا، ولكنها ليست في منحة عن هذا، وبكل المشاكل التي يجرها هذا الفراغ، من أول التجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مارا بهذا المرتع الكبير للجماعات الإرهابية. هذه ليست رقعة صغيرة من قارتنا الحبيبة ليكون فيها هذا الفراغ، هذه ليست رقعة صغيرة. الوضع في ليبيا كما تدعم الإمارات ومصر وتشاد، ندعم الجهود السياسية، ندعم تضافر القوى السياسية الليبية للوصول إلى حل سياسي، والذي لن يأتي إلا بجهود خالصة ليبية، مهما تدخلت الأطراف الإقليمية بمساعيها الحميدة، وأركز على كلمة الحميدة، لأن هناك أطراف أخرى تسكو بالبنزين على النار وتتدخل في الشأن الليبي تدخلا سلبيا من تمويل للإرهاب وتمويل لهذا الفراغ السياسي والتمويل للتسليح والتهريب، ولها استفادة قصوى من بقاء الوضع الليبي المتردي على ما هو عليه. ولكن دولنا، سأترك الكلمة بعد ثواني لأخي سفير الإمارات ليودو بدلو، ولكن الحل في ليبيا لن يكون إلا حلا ليبيا، التأثير سيستمر على مصر سلبا وعلى تشاد سلبا وعلى جميع الدول المعنية ما دام هذا الوضع مستمر. جهودنا ستستمر، لن نبخل على أشقائنا في ليبيا بجهودنا للوصول إلى حل سياسي سلمي لرأب الصدع الليبي والتئام الأمور في ليبيا، وتعود ليبيا لتنضم إلى صفوفنا مرة أخرى بدورها الفعال والمحوري التي كانت وطالما كانت تقوم به. ولكن يجب أيضا هنا تضافر جهودنا وأن يتم كبح جماح الدول والدويلات التي لا تزالت تلعب دورا سلبيا. يعني هو المفهوم من كلام سيادتك بمعنى الوضع الليبي الراهن، الانفلات اللي موجود في ليبيا هو لابد أن يحله الليبيون نفسه بجهود ومساعي حميدة من الأطراف الدولية المعنية التي تريد الخير لهذه الأمة الشقيقة، تمام، وكبح جماح كل الجهود السلبية التي تسكب البنزين على النار في ليبيا حتى يومنا هذا. تمام. سيادة السفير، أنا لدي مواضيع مهمة جدا نريد أن نتطرق لها إذا كان لديك إضافة. تمام. صحيح ليس لدولة الإمارات بعد مثل ما ذكر سعادة السفير، وصحيح أن دولة الإمارات هي من مساعي كبيرة للاستقرار في ليبيا. من هنا أنا أنطلق من منطلق سؤالك، ما هو التكامل للوصول إلى حل مكافحة الإرهاب؟ هناك تكامل وتطابق بين
دولة الإمارات وجمهورية تشاد وجمهورية مصر بأن الحل في ليبيا هو حل ليبي وهو حل سياسي. لذلك نحن كدولة الإمارات ندعم مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي وهو سوف يكون حل ليبي. نحن متأكدين أن الحل في ليبيا هو حل ليبيا. ليبيا هناك تدخلات، يعني السلاح أثبت فشله. هناك تدخلات من دول تمول جماعات مصنفة إرهابيا في الأمم المتحدة ومصنفة إرهابيا في العالم. لذلك تتأثر جمهورية مصر وتتأثر حدوديا وتتأثر جمهورية تشاد حدوديا، لأن هذه المجموعات اللي موجودة على الحدود تمول من قبل دول ودويلات. أنا حبيت المصطلح اللي اتخذه سعادة السفير المصري. جميل سعادة السفير، أنا لدي سؤال مهم جدا، هو سؤال يربط الدول العربية بالدول الأفريقية. الآن نحن شفنا في بعض الدول الكبرى الآن تتكالب في أفريقيا، وخصوصا بعقد مؤتمرات، عقد مؤتمر دولة فلانة مع أفريقيا، دولة فلانة مع دولة أفريقيا. ومؤخرا رأينا أن هناك في مؤتمر عربي أفريقي مشترك موجود. هل دولة الإمارات برزت فيها أي أسواق بالنسبة للدول الأفريقية ممكن أن تستطيع أن تستثمر فيها في هذا الجانب؟ حقيقة الأمر أن أفريقيا هي دول مهمة جدا، ونعتبر يعني من تقريبا 60% من الثروة العالمية موجود في أفريقيا. إذا ما خاني الذاكرة ما خانتني الذاكرة، بس أكثر من 60% من مصادر الطاقة ومن مصادر المصادر الرئيسية للمواد الرئيسية هي من أفريقيا. أفريقيا من الأسواق المهمة، أفريقيا من الأسواق والاستثمارات جدا مهمة لدولة الإمارات وللعالم أيضا. هناك تسابق في العالم، نعم هناك رغبة كبيرة من دولة الإمارات بالاستثمار في القارة الأفريقية. أنا أقول لك نعم، ولكن هدفنا هي استقرار المنطقة، هدفنا أيضا هي استقرار الأسواق، هي كسر البطالة اللي موجودة في أفريقيا وفي جمهورية تشاد بشكل خاص. نعمل مع أشقائنا الأفارقة بقلب مفتوح، نعمل مع أشقائنا الأفارقة بسياسة الاستقرار، بسياسة المصالح المشتركة، بالاقتصاد المشترك، بالتطوير المشترك. نحن في دولة الإمارات عندنا خبرات صحيح، ونحاول ننقلها هذه الخبرات إلى القارة الأفريقية. القارة الأفريقية، خلينا نخص تشاد وهي التي تعنينا بالخصوص. دولة الإمارات دولة رائدة في مجال الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية، ودولة الإمارات نجحت فيها نجاح كبير جدا. أن أجواء دولة الإمارات أو الطقس الذي تقع فيه أو الخط الذي تقع فيه دولة الإمارات هو يشبه الخط الذي تقع فيه دولة تشاد، دولة حارة واستفادت من الشمس اللي موجودة في دولة الإمارات. كيف نستطيع نحن التشاديون أن نستفيد من الطاقة الشمسية البديلة؟ وهل دولة الإمارات لها أي توجه في هذا الجانب ممكن أن نستفيد من خبراتها التي نجحت فيها في الإمارات؟ نحن نتحدث الآن، هناك مؤتمر هو أسبوع الطاقة المستدامة، ومعالي وزير الخارجية هو ممثل لفخامة الرئيس ديبي موجود في دولة الإمارات. عجيب. وهناك وزير الطاقة التشادي موجود في دولة الإمارات لحضور مؤتمر الطاقة المستدامة. هناك شركات إماراتية جاءت إلى جمهورية تشاد لدراسة الوضع ولتقديم الحلول في توليد الطاقة. جميل. الآن نحن ندفع، جمهورية تشاد هي موقعة للانضمام إلى المنظمة الدولية أرينا، وأنا تكلمت مع معالي وزير الطاقة لعضوية تشاد الكاملة في منظمة الطاقة المتجددة، لإعطاء تشاد أكثر فرصة لعمل مشاريع من المنظمة إلى جمهورية تشاد في توليد الطاقة. أيضا هناك مستثمرين إماراتيين وشركات إماراتية جاءت إلى جمهورية تشاد ووقعت اتفاقيات لعمل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح. تمام، طاقة شمسية وطاقة الرياح هنا ممكن نستفيد منها، لأن أجواءنا كما قلت في حديثي لا تختلف عن الأجواء الإماراتية، والآن لدينا الشمس تقريبا موجودة حتى في الشتاء وفي الخريف. يعني هنا ممكن نستفيد من مجال الطاقة الشمسية. ولكن الخبراء الإماراتيين متى سيأتون إلى دولة تشاد لدراسة الوضع في تشاد؟ ممكن نقول الخبراء الإماراتيين ها هم جاءوا إلى دولة تشاد لإقامة هذا المشروع؟ نحن في خبراء جو نعم. ونحن عاملين خطة إن شاء الله من بعد شهر مارس بنبدأ شركات الدراسات تجي تعمل دراسات على المناطق
هناك في تقنية كثيرة على المناطق اللي تزيد فيها اتجاهات الريح والرياح. أما الطاقة الشمسية الحلول وضعت أمام الحكومة الحكومة الشادية، وننتظر إن شاء الله الرد، وهناك تجاوب إيجابي من الحكومة الشادية في الاستجابة لهذه الحلول. كلام جميل جدا سيادة السفير. أن إحنا مصر أيضا لا تقل أهمية عن دولة الإمارات في الكلام الذي قلناه بالنسبة للطاقة البديلة، وطبعا مصر لديها السد العالي يكفيها في مجال إنتاج الطاقة البديلة. هل لكم أي توجهات في تشاد في الوقت الراهن؟ ممكن نقول أن المصريين الآن لديهم توجهات في تشاد في استثمار في مجالات معينة ومهمة جدا للمصريين. الثروة المائية تمام. هو مجال المصريين عبر التاريخ لهم خبرات فيه، وتشاد لديها ثروات مائية عديدة لم تستغل بالشكل الذي يستوفي الاحتياجات المستقبلية لتشاد، لأن كما تشهد مصر تشهد تشاد أيضا نموا سكانيا مضطردا، وهذا الأمر يستدعي تطوير موارد الثروة المائية. ومن ضمن البروتوكولات المطروحة التي سيتم تقنينها نهائيا في خلال اجتماعات اللجنة التشادية المصرية المشتركة في القاهرة في شهر مارس القادم، موضوع اتفاقية التعاون في الثروة المائية. لدينا أيضا تعاون وطيد بين مصر وتشاد وليبيا والسودان في الحوض النوبي الجوفي، لأنه يقع على حدود الدول الأربع، وهذا أكبر خزان مياه جوفية على مستوى العالم. فعلى هذين الشقين، الشق الثنائي والشق المتعدد الأطراف في مجال الثروة المائية، هذا من المجالات الأولوية. بالطبع طبعا مجال الطاقة المتجددة أشقائنا في الإمارات لديهم خبرات عديدة، ومصر تتجه أيضا بقوة تجاه مجال الطاقة الشمسية والثروة المتجددة الطاقة المتجددة، لأن السد العالي أصبح لا يكفي الاحتياجات المصرية في الوقت الراهن، ومن ثم لكثرة السكان ولكثرة الاستهلاك أيضا، والتطور الصناعي والاقتصادي في مصر يستدعي مزيد من مصادر الطاقة منهم الغاز الطبيعي، ووفق الله مصر في الفترة الأخيرة بحقل سهر للغاز على سبيل المثال الحصر، وأيضا مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية محطة الضبع. تمام، كلام جميل جدا. تشاد تواجه تحديات في الوقت الراهن، ومن ضمن التحديات التي تواجه تشاد هي الأزمة الاقتصادية التي ضربت بجذورها جميع دول العالم تقريبا. مصر أيضا تواجه تحديات، دولة الإمارات أيضا تواجه تحديات، كيفية الخروج من تلك التحديات إن كان هناك في بالإمكان خروج من تلك التحديات؟ بالطبع هناك إمكان الخروج يستدعي، وأنعم الله علينا بقيادات سياسية رشيدة لديها الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وإعطاء المريض الجرعات الصعبة من العلاج، والتي إن اجتازها اجتاز أصعب وأحلك المراحل في عملية الإصلاح الاقتصادي الضروري. الإمارات تعتبر في طليعة الدول التي تقوم بإصلاحات اقتصادية مستمرة، تشاد ومصر دول نامية، ونعرف وصفة الطبيب بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية الضرورية. قيادة سياسية في تشاد لديها الشجاعة وقوة الإرادة على المضي قدما بالإصلاحات اللازمة للاقتصاد التشادي، كما هو الحال للقيادة السياسية المصرية، ونحن نجتاز عنق زجاجة، نعلم ذلك وتشاد تعلم ذلك، وإن اجتزنا نكون قد سلكنا أصعب مرحلة في ضرب النمو والازدهار الاقتصادي. هذا أمر كما تفضلت ضرب العالم أجمع، وألقى الضوء على ضرورة أن تقوم الدول بإصلاحات اقتصادية جذرية. فهذا هو الحال، الأمر يحتاج إلى شجاعة سياسية وقوة إرادة سياسية في القيادة الرشيدة. والحمد لله أن لدينا
هذا العامل وهو أهم عامل في عملية الإصلاح الاقتصادي. سيادة السفير، طبعا الأزمة التي نتحدث عنها الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليوم على ما أظن كثير من دول العالم، كيف يمكن في الوقت الراهن تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة؟ الأزمة الاقتصادية أولا لازم أن نؤمن أن هذه الأزمة هي أزمة عالمية. أزمة عالمية. أثنان، نحن نعتقد في دولة الإمارات كما يعتقدون في مصر، وأنا متأكد أن في تشاد يعتقدون بنفس الاعتقاد، أن الإصلاحات الاقتصادية هي مفتاح عمل هذه، ويجب أن تكون الإصلاحات الاقتصادية إصلاحات حقيقية وليست إصلاحات وهمية. يجب أن تكون هناك إصلاحيات. القيادة السياسية في دولة الإمارات قامت بإصلاحات اقتصادية شجاعة. تمام. قد وصفنا البعض بأننا مغامرون، ولكن احنا نجحنا في مغامرة. أثبتتم كون المغامرة. سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عنده مقولة دائما يقولها وأنا دائما أحب أذكرها دائما في لقاءاتي. قال: من لا يغامر لا ينجح. صحيح. يجب أن تكون هناك مغامرة. إحنا في دولة الإمارات نعلم أن قيادتنا السياسية تغامر بمغامرة محسوبة. هناك إيمان من الشعب بقيادة سياسية. هي تغامر لكن تعرف نتيجة تلك المغامرة. هناك محسوبة. إذن بالتالي هذا من جزء واحد. الجزء الثاني، نحن متأكدين أن هذه أزمة مؤقتة على جمهورية مصر العربية وعلى جمهورية تشاد. أنتم في نعم في عنق الزجاجة، ولكن بتضافر جهودنا دولة الإمارات وجمهورية تشاد ومصر العربية سوف نخرج من هذه الأزمة. عندنا يقين أن هناك في إصلاحات قامت بها جمهورية مصر، قامت بها جمهورية تشاد. هذه الإصلاحات نحن نعززها بالثقة وندعمها للخروج من هذه الأزمة. يعني بمعنى نؤمن بأن الأزمة الاقتصادية اللي موجودة حاليا هي أزمة مؤقتة، أزمة زمنية تمر. نعم. ولكن قد يمكن الخروج منها بإصلاحات. تمام. حقيقية. نعم. تمام. يشير إليه المخرج كونه الوقت خلاص انتهى. بس معاليك، تحدثت في بداية الحديث قلت أن هناك في اتجاه أماراتي للاستثمار في قطاعات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية في دولة تشاد. تحدثنا عن الثروة الحيوانية وتحدثنا عن الطاقة، ولكن لم نتحدث في عمق، لم نتحدث بالتفصيل. بالنسبة للزراعة، كيف يمكن للأماراتيين أن يستثمروا في مجال الزراعة؟ نحن لدينا في تشاد مساحة تقدر بواحد مليون ومئتين واربعة وثمانين ألف كيلومتر. نعم. وأنا أعرف أن تشاد هي غنية بسمسم، بإنتاج السمسم، غنية بإنتاج الرز. هناك اجتماعات عقدت بين صندوق أبوظبي للتنمية ووزير الزراعة التشادي. الآن نعمل على مشاريع مشتركة. نحن متفائلين، دائما متفائلين. هل هو لسه المشروع في بدايته، ولا هل حددوا لكم مناطق معينة للاستثمار؟ تم تحديد المناطق في الاستثمارات، مناطق غنية بالزراعة وجاهزة للزراعة. الآن نحن في المرحلة الأخرى، في المرحلة الثانية جلب الاستثمار. جلب الاستثمار. نعم. المناطق التي حددت للاستثمار الإماراتيين في هذه المناطق، هل يمكن في المستقبل أن الإماراتيين الذين يأتون للاستثمار في تشاد هم الذين يحددون الأيدي العاملة والآلات وكذا؟ نعم نعم. هناك تمويل كامل، المشروع متكامل، عبارة عن مزارع متكاملة تحدد منتج معين. هذه المزارع بتكون آلات حديثة، بتكون أيدي عاملة مدربة، أيدي عاملة تشادية مدربة. مدربة على الاستخدام وعلى الزراعة. هناك توجيه لنوع المنتج التشادي اللي يرغب فيه السوق العالمي. تمام. وليس زراعة عشوائية. تمام. هناك منتج سمسم، في فول سوداني والأرز. هناك ثلاث منتوجات، والقمح هناك ثلاث منتوجات. نحن نعمل على ترشيد القطاع الزراعي التشادي لتلاؤمه مع الأسواق العالمية. ده بالنسبة للقطاع الزراعي. نعم. الثروة الحيوانية مرور الكرام. الثروة الحيوانية نحن نتجه نفس إخواننا في مصر بعمل مسالخ، وهناك اتفاقية لتطوير المسلخ الرئيسي في العاصمة الجميلة، وهناك مسلخ ثاني في حدود التشادية. هناك المسالخ تقريبا، هناك مشروع لأربع مسالخ قادمة إن شاء الله.
بس الباقيات قيد الدراسة. أربع مسالخ إماراتية تقام في أرض شادية. نعم. نتمنى 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 ذلك، لأن هذا هذا سيادة السفير كلام الذي تحدثنا عنه كله مواضيع مهمة جدا، مواضيع مهمة، وشاد بحاجة لهذا الاستثمار، وكذلك الدول العربية وخصوصا مصر والإمارات أيضا محتاجة للمواد الأولية في دولة شاد. لم نتحدث عن الطاقة، لم نتحدث حتى الآن بالنسبة للذهب موجود في دولة شاد، هذا أيضا الذهب أيضا محتاج استثمار ومحتاج ايضا الذهب موجود عندنا في شاد بكميات كبيره جدا كما قالت. تسمح لي انا 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 احب اتكلم عن الذهب. اتكلم عن الذهب عشان السفير تسمحنا، بس تسمح لي سعاده السفير. دوله الامارات هناك توجه لارسال شركه لقيام دراسات عن منابع الذهب اللي موجوده ومناطق الذهب ومناجم الذهب والمعادن اللي موجوده في شاد. والشركه ان شاء الله خلال الشهرين القادمات شركه لتقديم دراسات لاستكمال الدراسات ما قامت به وزارة الطاقة ووزارة المعادن التعدين المناجم في جمهورية شاد. وأمس تم الاتفاق على خارطة الطريق بيني وبين وزير المناجم في جمهورية شاد، وتم إرسالها إلى دولة الإمارات، وإن شاء الله قريب العاجل في مشروع كبير سوف يرى النور في مكان. يعني الآن نستطيع أن نقول أن دولة الإمارات تتجه بقوة للاستثمار في جاد في الذهب، في مجال الذهب، في مجال الذهب والمجالات التي تحدثت عنها. نعم. الزراعة نعم. نتمنى ذلك سيادة السفير. طبعا نحن نريد أن نتوج هذا اللقاء بكلمة أخيرة من سيادتكم لتوطيد العلاقات الثنائية بين شاد ومصر وكذلك العلاقات العربية الإفريقية بصفة عامة. أستطيع أن أقول أنها تسير في طريقها الصحيح وتزداد قوة، وكما أسلفت من قبل نحن سعداء دخول الإمارات على الساحة، ساحة العلاقات الدولية والإقليمية الشادية، مما ستعطي من دفع لعدة مجالات وفي شتى الجوانب العلاقات. العلاقات الإفريقية طبعا نرى التنسيق المستمر، وتشاد لها دور محوري في هذا الأمر. علاقات الشادية العربية، رحبنا قريبا منذ قريب تشاد كعضو مراقب في البرلمان العربي، ودور تشاد العربي الآن أصبح لا يقل عن دورها في ساحتها الإفريقية والإسلامية أيضا. العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد تشهد يعني طريقها السليم والمحتوم في أن يجب أن تكون العلاقات قريبة ووطيدة وأواصر الثقة قوية. فنحن نسير الحمد لله في الطريق الصواب، وسنرى نتائج اللجنة المشتركة المصرية الشادية في القاهرة. جميل. وأتمنى أن يكون عام مليئا بالازدهار والنجاحات لدولنا الشقيقة الثلاث. تمام. بإذن الله. تمام. سيادة السفير كلمة أخيرة بالنسبة لتتويج العلاقات الإماراتية الشادية. أنا حضرت الأمر بقول كلمة الأخيرة هي تمني وثقة بأن القيادة السياسية في دولنا في جمهورية شاد برئاسة فخامة الرئيس إدريس ديبي وجمهورية مصر العربية بفخامة الرئيس السيسي ودولة الإمارات بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد، نحن متأكدين أننا نحن سوف نتجاوز كل الأزمات وفي كل المجالات اللي هي مجالات الاقتصادية والمجالات السياسية وأيضا مكافحة الإرهاب. فنتمنى التوفيق إن شاء والازدهار لدولنا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا أيضا لي الشرف أن تكونوا ضيفية في هذه الحلقة، وإن شاء الله ستكون لنا حلقة أخرى، لأن المواضيع أراها أمامي كثيرة جدا ولم تنتهي، وإن شاء الله سنضيف إليها مواضيع أخرى ونناقشها في حلقات أخرى من برنامج قضية الحوار. وبرنامج قضية الحوار هو برنامجكم بمشيئة الله. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والذي ناقشنا فيه العلاقات العربية الإفريقية بصفة العموم، وخاصة العلاقات الشادية الأماراتية والعلاقات الشادية المصرية. لم يسمحنا الزمن أو لم يسمح لنا الزمن أن نخلص الأسئلة كلها، ولكن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهم سيادة السفير أدهم محمد نجيب سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية شاد. شكرا سيادة السفير. أشكرك. أشكرك. كما أشكر الضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو سيادة السفير محمد علي الشمسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة شاد. شكرا سيادة السفير. وسنلتقي بكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته.